Shadow. حاصروا البيت و يعني وشفت انهم جايين وما زلت حالي من طابق ثاني والتو تجري، يعني ما ظل في مجال اللي اقدر اظني بالبيت، وقررت الله يك سبحانه وتعالى اني الجأ لهنا على الاردن. كنت أنا أول المتظاهرين، كنت واقف في النص، فطلعت على الشارع تنا صيح الله أكبر الله أكبر، تيجوا اللي وراي يعني يلتموه، فصابني إلي ما حداش قدر يسعفني، وقعدت بالشارع يعني ما حدا قدر يسعفني غير إجت مرة بدها تسعفني، قاموا قوسوها هي وابنها. صرت افكر وين بدي اروح، يعني هسه ما ضلش حدا، اخواتي بدي يزعلوا، امي يعني بدي افارق العالم كلها، يعني بدي اودعهم مش عارف شلون بدي اودعهم، يعني انا ما خلص، يعني اخر لحظات عمري كانت كنت ماضيها اتشاهد واستغفر رب العالمين. يعني المسلم مبين هيبته بالايمان كذا. لا انت عم بقول طبعا بدك تخوفي جبار. وفت على غرفه من غرف المستشفى مشان يعني بس انفس عن حالي شوي، ما حسيت لان الامن صار على الباب بدهم الصبي. صرت اقول لهم احنا مع بشار، احنا مشان الله يعني بدكم اياه، بس لكم الادقر على الصبي.